سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أحييكم في هذا المساء الجميل وهذا المساء المنتظر لنلتقي بحضراتكم في مهرجان إكسبو 2020 وعبر الهواء مباشرة من هنا من عاصمة الميادين، حيث الانطلاقة الأولى في هذا المساء والرمز المنتظر الخاص لفئة الإبكار الإجذاع والمسافة المقررة ألا وهي 6 كيلومترات في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة، لتعلن انطلاقتنا الموفقة والسليمة بعون من الله ثم بجهود اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجن في مساء الاثنين 31 من شهر يناير لعام 2022، مهرجان إكسبو، هذا الحدث العالمي الذي يقام بتنظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دائما وأبدا مكانها القمة محطمة للأرقام. أدام الله الأمن والأمان لهذا الوطن المعطى. نبدأ مع حضراتكم مع مقدمة الشوط الصراع والنزاع. اعلان اعلان محتلة للمركز الاول بدأت باعلاناتها، اعلان ويقود اعلان سلطان بن سعيد بن ابراهيم محتلة للمركز الاول منطلقا مع اعلان المركز الثاني صدفة، وصدفة القادمة مع المركز الثاني باللويع وشعاره، باللويع وإنجازاته، باللويع وتاريخه، يقدم لنا صدفة خليفة بن محمد باللويع الخيلي قادما بكل قوة من ميدان الخزنة. يا سلام، يطالبونك بالرمز يا راعي مطيلة، بينما المركز الثالث الوصول والانضمام من كيف القادمة مع المركز الثالث، كيف مع سلطان بن حمد بن حضير ملك تبي مقدم لكيف على المركز الثالث منطلقة. كيف تبحث عن الكيف، تبحث عن الرمز المنتظر. المركز الرابع أمجاد، أمجاد وحمد بن سيف بن حميد الشامسي، من يقدم لنا أمجاد الباحث عن الأمجاد يوم المجد التريد يا الشامسي. بينما المركز الخامس القادمة الفاتنة مع المركز الخامس وسالم بن محمد بن قنازل العفاري قادما مع المركز الخامس منطلقا بانطلاقات مصانع الجنوب وانجازات اهل المصانع، مندفعين مع المركز الخامس. المركز السادس القادمة هنا مزون وناصر بن حمد بن عويض الخيلي قادما مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز الوصول من شوق، وهنا عزيز بن بخيت بن فطيس المنصوري مقدما لنا شوق. المركز الثامن محبة وحمد بن محمد بن جهويل المري يضيف العزيز القادم من ميدان الشحانية قادما من دولة قطر الشقيقة. مرحبا بك يا بن جهويل وتاريخك المرصع بالذهب. المركز التاسع هذا شعارك يا بن بيشان قادم مع الغزيل حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز التاسع مغازلا للصدارة مع الغزيل. المركز العاشر صباحية القادمة بوظفيرة
مرحبا يا ابو ظفير علي بن سالم، ابو ظفير العامري مقدم لنا صبا وقادمة غازية مبدلة على المركز العاشر لخويدم بن سعيد بن خويدم العمري ولا العامري. نعم خويدم بن سعيد بن خويدم العامري. هكذا النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى، العودة إلى مقدمة الشوط وإلى أمجاد، إلى أمجاد 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 نحو رمزي اكسبو 2020. أمجاد يا حمد يا بن سيف يا الشامسي منطلقا مع أمجاد، ولكن هنالك القدوم، هنالك الفاتنة، الفاتنة وسالم بن محمد بن قنازل القادم مع الفاتنة، المنطلق مع الفاتنة مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث كيف، وسلطان بن حمد بن حضير ملك تبية قادما من ميدان الجبيب ليقدم لنا كيف المركز الرابع المنضم. هذه شوق، شوق القادمة مع المركز الرابع، وهنا يقدم لنا شوق عزيز بن بخيت بن فطيس المنصوري، يقدم لنا شوق المنتقلة من مركز إلى مركز، المركز الخامس هذه اللي ذكرناها مع المركز العاشر، القادمة أيضا بشعارك يا بن خويدم يا العامري، يقدم لنا غازية، غازية لخويدم بن سعيد بن خويدم العامري، المركز السابع شعارك يا باللويع، ولكن المنضمة، المنضمة في هذه اللحظات وصال مبارك بن سعد بن ضحية العامري، أول نداء وصال وأول نداء للحذر أحمد بن خلفان بن غليط قادم بكل قوة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. الله يا بالقنازل، الله يا بالقنازل، يقدم لنا شعار، يقدم غازية 1200، 1200 يحل الإبداع، يحل الإجداع، يحل الانطلاقات نحو الرموز. العودة، العودة إلى غازية، إلى غازية وغزت، غازية وغزت الكيلو الأخير، الكيلو الخطير والعصا في الأبطان نحو المصانع، نحو المصانع، مصانع الجنوب يقدمون مع بن قنازل من غزت على الصدارة الفاتنة، الفاتنة، الفاتنة وسالم بن محمد بن قنازل العباري، ولكن دير بالك، دير بالك من نشبة، من نشبة، أول نداء لنشبة، وصلكم بن سبعين، وصلكم المحرمي وياسر بن حمد بن سبعين إلى المحرمية، والله ونعمين، والله ونعمين، المحرمي طار، والقادمة هداوة، هداوة القادمة مع المركز الرابع، مع شعارك يا الشامسي يقدم لنا هداوة، ولكن المحرمي، المحرمي مع نشبة، مع نشبة، هداوة، 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 هداوة القادمة بشعارك يا معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، يقدم لنا الهوى، يقدم لنا الهوى، يقدم لنا قهوة، يقدم هداوة، يقدم هداوة، مشكور يا معالي على هذا الانتصار.
هادن هوا نعم هادن هوا هذه والله اللي جاتهم بالقهوة ان هوا وقوة معالي تظهر بالامتار الاخيرة ان هوا ان هوا ان هوا انهت الكل انهت الكل وهذه هي من اختطفت الرمز في جائزة زايد الكبرى يوم القهوة اللي ما تنسوها من معالي علي بن حماد قدم قهوة ثانية اليوم واختطف الرمز مشكور يا هادف يا بن عفصان يا المنصوري والله وهداف والله وهداف هذا هادف هذا هادف بتسع دقائق وثلاث ثواني وجزئين من الثانية انهوى اتتكم بالقهوة بالامتار الاخيرة مشكور يا شامسي مشكور لتضيف رمز اكسبو الى كأس جائزة زايد الكبرى تسع دقائق ثلاث ثواني وسبعة اجزاء من الثانية شعارك يا المحرم ياسر بن حمد بن سبعين قدم لنا نشبة كانت ناشبة للأمتار الأخيرة بينما تسع دقائق وأربع ثواني وجزء من الثانية صاحبة المركز الثالث ألا وهي أمجاد لحمد بن سيف بن حميد الشامسي والمركز الرابع كان الوصول من ندم سلب سالب الثعلوب الدرعي تسع دقائق وست ثواني وست اجزاء من الثانية المركز الخامس وصلت هداوة مع المركز الخامس حمد بن هدي بن دميثان الشامسي من وصلت في المركز الخامس بإدارته بن دميثان وتوجيهاته مع شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي لنهني على هذا الفوز ليأتي الأسد وشبله خاطفين المركز الأول والمركز الخامس محكمين القبضة على رمز إكسبو 2020